فالدايركت من الفلوس بتاع اللايك امبلانس، خلي بالك ده متنعكش اهو اشعث. فا it is a shaggy deposition of fibrin at dermal junction. ماشي. انما لما تبص تحط امينو جلوبلين بقى ام، هتلاقي ان فيها جلوبيلر او عامله زي جريب لايك، عامله زي العنقود العنب كده في الايه، في البابيلر ديرم. بس انا مش جايبه لكم الصوره بتاعتها. كلامب في امينو جلوبلين ام اجينست كولويدال بادز اللي موجوده في البابيلر ديرم، مش اجينست فايبرين. فايبرين بيبقى على الدرم ابدرمال جنكشن، فانت امسح حته الفايبرين دي. ماشي، استنى امسحها عشان انتوا ما تتلخبطوش. بس ماشي يا دكاتره معايا. يبقى الدرما جنكشن تمام معاك، تمام معاك بتحط ايه، بتحط امينو جلوبين اجينست ايه، اجينست فايبرين، يوم يطلع شاجي ديبوزيشن. انما لو انت عايز تشوف الامينو جلوبين ام ديبوزيشن نفسه، تحط له انتي بودي، فيطلع لك جلوبيلر ديبوزيشن في البابيلر ديرم دي اجينست كولويدال بابلز. ماشي، الكلامب او جلوبيلر. الفيرال اسوشيشن مع اللايكن بلانس، هيباتيتس سي فيروس، او خد هيباتيتس بي فاكسين، او كونتاكت الرجي مع الامالجم اللي بيبقوا عاملين حشو في الاسنان، ممكن يجي لهم لايكن بلانس في بقهم لو معموله من الامالجم او الكبر او الجولد. بس بي اف يعني شنو بي اف؟ بي اف فين البي اف؟ بريديسبوزنج فاكتور. اه بريديسبوزنج فاكتور، تمام. تريتمنت اللي هي الرول اوت لايك نو دراج راشن، دي اولها واحده، انك بتاخد بايوبسي لو لقيت فيها باراكراتوزس وزينوفيليك انفلتريشن، فدي اسمها ايه؟ بس اهم طبعا ايزينوفيليك. اسمها ايه؟ لايكينويد دراج ايرابشن. طيب انما لو عادي بقى لايك ملانس طبيعي، دي بتحط لها كورتيزون، تارولمس، ميثوتروكسيد، ازيترتم، نيترونيدازول. تمام. ديفرنشال دايجنوزز بتاعت اللايك ملانس هي ثلاثه، اللي هي دراج انديوز لايكينويد رياكشن اللي فيها ايزينوفيل وباراكراتوزس، كرونيك لايكينويد جرافت فيرسس هوستد ديزيز، ولا كان رياكشن للداي فينايل دايامين بتاعت صبغه الشعر السوداء او الحنه السوداء، يعمل مكانها لايكينويد رياكشن. او انواع الكرونيك جرافت فيرسس هوستد ديزيز ايه يا دكتور فيصل؟ سكليرودرمويد ولايكينويد. هنا دلوقتي الكرونيك لايكينويد هو ده اللي اتلخبط بينه وبين لايكين بلاكس. طب ايه التوبيكال بريباريشن عندك؟ ده سؤال سهل ده، ان هي لازم تبقى عارف ان هم ثلاث انواع، اويل بيزد واكواس بيزد وباودر. الاويل بيزد بريباريشن يا كريمات يا اوينتمنت. الكريم الاويل اقل من الميه، انما الاوينتمنت الاويل هو اللي اكتر من الميه، ودي بتستخدم في الكرونيك دراي انفلاميشن. الاكواس والالكحوليك بيز اللي هي اللوشن والجيل والفوم والسوليوشن، دي للحاجات اللي فيها اكيوت ويت انفلاميشن زي الاكزيما. الباودر بيزد بريباريشن عاده في الانترتريجنس اريا، اللي هي زي الهيلي هيلي مثلا، تحط لها ايه؟ باودر اوف انتي بايوتيك، باودر اوف ايه؟ اوف المونيوم كلورايد عشان تقلل العرق، الكلام ده كله. طيب ممكن تقسمها دي اكوردنج تو ذا ليجن، كرونيك ولا ويت ولا انترتريجنس اريا، انما اكوردنج تو ذا اريا. البالم والسول عاده بتحط عليهم كريمات واوينتمنت، سكين فولز عاده كريم ولوشن او باودر، هيري اريا بتحط عليها لوشن وجل. شوف كده المينوكسيديل اللي احنا بنستخدمه لشعرنا موجود فين، شكله ايه في الصيدليه، بيتباع على شكل لوشن او جل او فوم او سوليوشن. اه خلاص. الميكوزال سيرفيس اي اويل بيزد بريباريشن اللي هي الكريم والاوينتمنت، بس لازم تبقى على شكل اورا بيز. وكده خلصنا الحمد لله محاضره النهارده. فاضل لكم بس الديفرنشال دايجنوست بتاع الادرناس واللوزا اكوزيتا، والديفرنشال دايجنوزس بتاع الايه، قولوا معايا بتاع اللوزا اكوزيتا. بيزال سيل كارسينوما، بيزال سيل كارسينوما، بيزال سيل كارسينوما، بيزال سيل كارسينوما. خلاص انا هعملها وابعتها لكم حالا دلوقتي، بحيث تبقى كل حاجه جاهزه عندكم. ربنا يوفقكم ان شاء الله. المره الجايه هنعمل على قد ما نقدر اسئله، ولو ما عرفتش مختصره ايوه هنعمل محاضره ثانيه، ما تقلقوش انا معاكم لغايه يوم الامتحان، حتى لو ليله الامتحان بعتوا لي حاجه عايزين ابعت لكم تسجيل صوتي هبعت لكم، مفيش مشكله خالص. ماشي.